اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج صنعت ديك. اليوم حطينا رحال في الحمامات. معنا انحرافيه امل بن عيسى، هي اختصاصيه في اللباس التقليدي في الحمامات. اي مرحبا بك امل. وبيك اكثر، مرحبا بك، زارتني برك، نورتني، شرفتني. امل، كنت نحكي شويه على الصنعه التقليديه في الحمامات، كيفاش تعلمتها؟ الوالده كانت تعمل صنعه تقليديه والا وحدك؟ حكينا كيفاش حكيت غرامك بالصنعه التقليديه. اللباس التقليدي والصنعه التقليديه هذه هي كل انسان يشوفها يعشقها ويحبها حتى بالعين هكا. ومن بعد انا كيف شفتها ومديت عينيا بها عجبتني برشا، وقررت اني انا ندخل الصنعه هذه ونولي نتقنها. وفعلا بديت نحلق في الصنعه، وبديت نتعلم ونسال بشويه بشويه، لين وليت كل نهار بعد نهار وليت نتطور. وكل ما نزيد نتطور كل ما نزيد نفرح ونزيد اكثر. طورت في موهبتك اكثر. صحيح، طورت في موهبتي بالقدا بالقدا. شنو من الحاجات اللي تعملهم امل؟ انا حسب هكا نحب نشوف هكا العباد كيفاش، شنو هي غرامهم باللباس التقليدي. نلقى الجبه العكري مثلا موجوده في كل دار، وتلقاها في لازم تلقاها في زاز العروسه، والجبه تتكلف ياسر وتزيد كمل، معناها تحضيرها صعيب. تتخبى الجبه هذيك وتتخبى معناها باحكام، وتتخبى في بلايص عاليه بالشكل الاصفر هذيك والكدوري هذيك ما يفسدش. جيتني الفكره من غاديكا، كما اللي لبستها انت ظهري، كما اللي لبستها انا هكا. مشيت حاولت اني انا نصمم، قلت علاش ما نعملش قفطان عكري، سميته قفطان العكري، وحاولت اني انا نقربه اكثر ما يمكن للجبه العكري تاعنا، وعملت له تريزه وخفيف. يبدا سهل، نجم تلبسه وقت اللي تحب. شنو هو الميزه امل في اللباس التقليدي في الحمامات على بقيه يعني البلايص الاخرى في الجمهوريه؟ الميزة بتاع اللباس التقليدي متاعنا اللي هو يتكون من برشا حاجات، كيما عنا التريزة متاعه لازمها تكون مطحونة، عنا البرمقلي، عنا الزيق، عنا برشا أنواع، والإتقان متاعه معروفة. اللباس التقليدية برشا حاجات باهية، يعني برشا غرام وبرشا كيف الحاجات اللي تعمل فيها. ما تجمش تدخل للطريزة او للتصميم الا ما يكون الغرام موجود. ما تجمش على خاطر الحاجه تبدع فيها وتبدا تفكر فيها، وحاجه تجي فكره تجيب لك فكره، ما تلقى روحك تطورت وزدت. انا مثلا لي بابون هذوما ماهمش موجودين في اللبسه العكري اللي معروفه بها الحمامات. انا استوحيتها من منطقه اخرى، وحاولت اني انا نزيدها حاجات، نزيد الطوش بتاعي. يعطيك الصحة أمل على يعيشك، الحديث معك ممتع وشيق. أنت أحلى. يعيشك. توا باش نشوف مع بعضنا حرفية أخرى، خاطر الحمامات فيها برشا برشا حرفيات. معنا توا سناد حرفية من الحمامات. اي نحكيو شوية على حكاية غرامك بالحرفة هذي. بي انا غرامي حكي، مرحبا بكم جماعة الكل. انا سناء مراد من حمامات، اصيلة الحمامات، اب عن جد. وديجا هذي تغرمت بها من اللي انا صغيرة، لقيت امي تطرز، خالتي يطرزوا، بنات خالتي، كل اخواتي. احنا في العائلة ستة بنات وزوز ولاد. معنا تقاني امي تقع تطرز، انا تحت القرقيف نطلع ونهبط في البراء. اي حسيره تغرمت بها. شنو من الحاجات اللي تعملهم سنه؟ نخدم، هي التريزه فيها انواع. فيها العدس والكونتير، فيها المثلث، فيها التل، فيها الكونتيل بالصنارة. سناء، لباس تقليدي في الحمامات في الافراح متنوع برشا، برشا حاجات تلبسوها. برشا عندنا نهار الحمام نلبسوا فيه الحصاره هذه، معاه سوريه وسروال وما يتابعوا في برشا خاصيات. وعندنا نهار الزهو، نهار الزهو تلبس مثلا زاد حصاره ولا فارمله ولا جبه عكري. ونهار لوطيه نلبسوا القمجه اللي كيما هكا. فيها غرزه حمامات زمنية ذيك أصلية، وهذه زادة فارملة بالعقد وحسلو.
برشا أجواء فيها برشا حاجات. فيها برشا أجواء قبيلة لنا فيديك قرقيف قلت لي هذه الغرزة الحمامية أي هذه الحصارة اللي كما نهكع كيف هذه تولي نطرزوا العدس والكونتيل فيها برشا إتقان وفيها برشا رتابة وغرام برشا وصعبال زيدا برشا وصعبال أي. القطعة كان ما تحبهاش ما تفننش فيها ما تفننش فيها معناها غرام معناها كان ما تبديش مغرومة ما توصلش يعطيك الصحة سامي مراد كنت معانا في برنامج صنعتي ديك طيب نمشيو لحرفية أخرى فتحية البرغومي اختصاصية في لباس تقليدي في الحمامات مرحبا بك فتحية انت حرفية قديمة في صناعة تقليدية في الحمامات نحكي كيفاش البدايات كانت أهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بالجميع بديت من الأول الحياة عادية كما الحياة الكل وكما الزملاء الكل وبعد بديت نتطور بشوية بشوية قريت الهود كوتير وبعد كملت ستيليست موداليست وبعد حبيت ندخل في الصناعة التقليدية في الأجواء وكل واحد عجبتني عجبني الابتكار وعجبتني التريزة عجبتني أكثر وعجبتني تبدأ حاجة معناها تبدأها من الأول للآخر وتكملها أنت معناها عجبتني الفازة بديت بشوية بشوية بديت بتكرر فيها بديت نطور في روحي بشوية بشوية عملت من الأول بديت ريفيزيتي شوية نقلد شوية ورجع شوية وبتوا وليت كلي نطرز معناها صناعة تقليدية جبايب كمجات خاطر التريزة متاع حمامات يعني تبارك الله بحر معناها ما عندهاش حدود من الاكسسوارات من التريزة من برشا لبسات السويرة زادة العربي فيهم برشا ابتكارات كانوا سامبل كانت السويرة تقول لك سورية حمامية سورية حمامية راهي بيضة احنا تو ابتكرنا فيها برشا حاجات الوان وندخلوا فيها التريزة وندخلوا فيها معناها الريكام ونعملوها سامبل ونزيدوا نطوروا فيها ندخلوا فيها اكثر وتو هكا نخدم منها ومن تطرز انت يا فتحية انا نطرز اما مانيش نطرز خاطر اذا كان مش نطرز ونخدم انا نخيط ونفصل معناها نصمم اما عندي طرازات تطرزوا لي عندي يعني القطعه كي نكملها مش يد واحده تخدم فيها يخدموا فيها برشا يدين فملي تخدم القيتل حمامات فملي تخدم العقد حمامات باليد بكل ألمها فملي تخدم التحريج تحرج لك الفرمله تو الفرمله كيما هذه معناها مانيش داخله فيها ماكينه جمله يدويه كلها يدويه كلها يد من هذه اللوبيا يد تخدم هذا يد تخدم هذا يد تخدم القيتل يد تخدم العقد يد معناها تطرز فيها قداش من يدين ماشي يد واحده باش تطلع وتتصمم وتوصل توصل القطعه برشا تتعدى على برشا هذيك علاش هي متكلفه برشا هي متكلفه برشا خاطر كلها من الاول للاخر خدمه كلها يدويه يعطيك الصحة فتحية عايشك بارك الله فيك كنت معنا في برنامج صنعتي ديك إن شاء الله نتقابلوا مع حرفيات أخرين في ولايات أخرى إلى اللقاء